اهلا بيكم حضرات السادة المشاهدين. زي ما اتكلمت معاكم قبل الفاصل، فيلم صندوق الدنيا، انا بشكل شخصي يعني، وان كان ما ينفعش قوي اقول بشكل شخصي ان انا سعيد، بس انا سعيد جدا، انا سعيد جدا بالكوكبه اللي موجوده. عمل فني زي ما كنت بقول في بدايه البرنامج، قليل قوي في الفتره الاخرانيه لما تشوف فيلم وتقول ده فيلم سيما، فيلم معمول بجد، مش بقى تفضل تفصل هو فيلم مهرجانات ولا ده فيلم جمهور. هو فيلم مخدوم في فكرة، في سيناريو مختلف عن بقية السيناريوهات اللي ممكن تكون بتتفرج عليها في السينما المصرية في الوقت الماضي، كمان في إخراج وتمثيل مختلف، في تطفير للقصص. مش عايز أحرق التفاصيل قوي، عايز أسيب الناس هي اللي تتكلم عن شغلها عشان حضراتكم تشوفوا وتروحوا الفيلم كمان. فخليني ابتدي ارحب بالاساتذه اللي موجودين. استاذ باسم سمره، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك حسام. اهلا بيك. استاذ علاء مرسي، اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. استاذ احمد كمال، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ. والمخرج الاستاذ عماد البهات، اهلا وسهلا بيك. واخيرا اسيبك انت تقدم نفسك بقى بما انك كان على شمالي المنتج والممثل عمرو القاضي، اهلا بيكم منورنا. بشكركم جميعا على الفيلم ده في البدايه، يعني فيلم مختلف. وعايز ابتدي مع المخرج رب العمل زي ما بيتقال دايما، استاذ عماد. قبل الفيلم حضرتك اختفيت عن الساحه 13 سنه، اخر حاجه كان البلياتشو. ده حقيقي. عايزين نعرف بقى سبب الاختفاء وسبب العوده مره ثانيه. يعني العوده طبيعيه، ده ما مش هنتكلم على سبب العوده، ده لا سبب العوده مع الفيلم ده تحديدا. لكن طبعا لكن الاختفاء، لا ما كانش فيه اختفاء كبير. 13 سنه صح زي ما حضرتك بتقول، لكن كان في 2010 احنا كنا بنعمل تجربه بالفعل، تجربه ثانيه غير صندوق الدنيا، وتوقفت للاحداث اللي حصلت في مصر والسينما كلها، او الحقيقه وقفت كام سنه. من 12 13 تقريبا بدانا نتحرك في اتجاهات ان احنا الدنيا ترجع لمجاريها تاني، فبدانا نحاول نحرك الفيلم ده او اكتر من مشروع. تعثر في البدايه لاسباب لها علاقه بطبيعه الفيلم زي ما حضرتك قلت من شويه. النوع ده من السينما للاسف الشديد قوي مش كتير بيتحمس ان هو يعني يقرب من منطقه، إن غالبا الانتاج بيفضل منطقه مامونه شويه في السينما. مامونه بمعنى فيلم مضمون الشكل ومضمون الاستقبال، مضمون فلوسه، مضمون حاجه بالشكل ده. لكن بيضل عند السينمائي عاده كممثل كمخرج ككاتب كمدير تصوير يعمل حاجه شويه يقدر يقول منها اوكي في مناطق تانية مامونه، لكن ما تيجي نجرب، ما تيجي نلعب لعبه مختلفه، ما تيجي نعمل نوع جديد من السينما. هو مش جديد قوي، كان السينما المصريه على مدار عصورها القديمه كان فيها فرايتي كبير قوي، او فيها اختيارات كتير قوي انك تقدر تعمل اكتر من تيار في السينما وماشيين بالتوازي مع بعض. للاسف التيارات دي تقلصت الفتره الاخيره واصبحت في نوع او نوعين او ثلاثه من السينما بس، المشاهد وصناع السينما مجبرين هم يعملوها. المعركه كانت كبيره شويه لو سميناها معركه، او التحدي كان كبير شويه، بس انا كنت مصر ان انا عايز اعمل التجربه دي تحديدا، تبقى العوده بالتجربه دي بصندوق الدنيا. واختيار اربع قصص يتم تطفيرهم مع بعض بماريونات وحاوي، القصه دي او التطفيره دي من السيناريو ولا المخرج كان ليه فكر في ربط الاحداث ببعض؟ يعني الاثنين، يعني انا المخرج وانا مشارك في كتابه السيناريو طبعا. لكن الحاوي احدى تطورات كتابه السيناريو، يعني دي كانت اخر سنه او السيناريو مر بتطورات كثيره جدا في الكتابه. الماريونات دي كانت اخر حاجه تم الاستقرار عليها، وفاجئت بيها عمرو في اخر شهرين من قبل صناعه الفيلم. كان مشهد تاني خالص بدايه الفيلم وغيرناه، يعني جاء في بالي فكره الماريونات دي تجربه غريبه وتتماشى مع احداث الفيلم شويه، مع الغرائبيه بتاعت الفيلم شويه. نجحت الفكره اظن كده، او الناس استقبلتها بشكل جيد. الحاوي كان طول عمره موجود، اخر سنتين في رحله صناعه الفيلم كان موجود. لكن هرجع تاني للسؤال بتاعك، وهو فكره ان حماس الانتاج او حماس شركات الانتاج انها تنتج تجارب وتخش في مناطق جديده للسينما، ده شويه بقى في صعوبه الفتره اللي فاتت. عمرو كان مرتبط بالفيلم كممثل من اربع سنين زي ما راني قالت انا مضيت الفيلم من اربع سنين، كنا بننتجه مع جهه انتاج ثانيه وتعثرنا، ما كملتش التجربه لاسباب ما لهاش علاقه بقله او زياده الحماس اكتر ما كانت مشاكل انتاجيه. توقف الفيلم وانا وعمرو شكلنا فريق احنا الاثنين، على شلنا الفيلم على اكتافنا وبدانا نلف بيه ونحاول نظبطه انتاجيا، لغايه ما في لحظه فاجئني بتليفون عماد. انا اللي هعمل الفيلم. انت اللي هتغني. انا طب عمرو كل بقى الكلام ده لو انا مكانك انا هخاف، فيلم شركه انتاج كانت شغاله فيه وخافت وسحبت فلوسها، وانت راجل بتمثل وليك ادوار معروفه في فترات قبل الفيلم، لكن تقرر مره واحده عشان الفيلم ده يتعمل انا اللي هنتجه وانا اللي هشيله؟ لان هو انا كان عندي قناعه كبيره جدا بالمشروع،
وطول الوقت شايف انه لازم يبقى عندنا جرأة اقتحام المجال نفسه. يعني في الاخر اغلب بعض الزملاء ما بيبقى عايز يعمل مشروع مثلا بيروح يفتح اي مشروع اخر ملوش علاقه بالمهنه نفسها على طول يعني. يروح يفتحوا كافيهات فانا اروح افتح كافيه ليه؟ ما يعني استثمر ده جوه شغلانتي وانا طول الوقت عندي حماسه حوالين مشاريع ممكن يبقى مرتبطه ان انا اكون مترشح لها او افكار انا شغال عليها بشكل شخصي. فعايز اقتحم هذا العالم عشان خاطر في الاخر انا كمان عندي اشتياق كممثل اعمل حاجات مختلفه الحقيقه وممكن المخرجين ما يكونوش شايفيني فيها او ما عندهمش الجرأه ما يقدموني فيها. بس انا مرتبط بصندوق الدنيا وعندي قناعه بالشخصيه اللي بعملها جدا وعندي قناعه بالسيناريو بشكل كبير قوي ومرتبط بيه طول الوقت عدد السنين انا وعماد شغالين عليه لحد ما في لحظه كده كان في وقت متاخر بالليل بكلمه في التليفون وخلاص الدنيا في يعني مسوده قدام انا وهو. قلت له انا هقدم على التجربه انت جنبي ولا ايه كتف في كتف قال لي معاك. قلت له يلا بينا. لا كنا اخترنا اسم شركه ولا عملنا ورق ولا في مقر حتى ما نشتغل من خلاله وكل حاجه كانت لسه ما فيش اي شيء وقررنا وكل الناس قالت لي كل الدايره المحيطه يعني قالت لي انت مجنون ما تعملش قرار زي ده في توقيت زي ده وانت ما. قلت لهم لا انا هاخد القرار وخلاص الموضوع انتهى واصريت مع كل الظروف اللي مرت عليا بقى على مراحل الفيلم كان الحاجه الوحيده اللي مخليني اطمن ان انا عندي ثقه في ربنا ووجود عماد جنبي انا وهو متفقين على حاجه وخلاص لانه عماد صادق كمان في احساسه ان هو عايز يعمل مشروع بجد مش مجرد مخرج عايز يخرج فيلم وهي دي الفكره عايزين تعملوا مشروع فني بالزبط. عايز اعمل وربنا شغل. رزقنا باساتذه كبار بقوا كمان على نفس قوه الفكره اللي احنا بنتكلم أيوة. فيها بنفس الحماسه بنفس الحب. طيب ده بقى ياخدني الاستاذ الفنان الكبير احمد كمال. حضرتك يعني في خلال اخر 10 سنين ادوارك بتتكلم عن نفسها واللي ممكن يعني يكون الناس اللي بعيدين شويه عن المجال الفني ما يعرفوش ان حضرتك مدرب تمثيل عظيم. العظمة لله يا استاذ. يعني الدور ان حضرتك تطلع في دور ممثل من قاطني وسط البلد وفي السن ده وصديق لشاعر الموتيفة بتاعت وسط البلد اللي ممكن يكون حقيقية جدا جدا دور جاي من طبيعة وسط البلد وموجود فيها وان الممثل ده كمان الدنيا ضاقت بيه فبيجرب ان هو يعمل بلياتشو عشان يدور على اكل عيشه وبيتخلى عن فكرة التمثيل ودي يعني يمكن كلنا شفنا الموضوع ده في حياة عنا يعني الدور صعب ان حد يبقى بيعمل دور زي ده وهو بيقول ان الناس اللي بتمثل مش لاقيه مكانها. ما هو انا اصل يعني وسط البلد مليانه حاجات كتيره منها وجود نقابه المهن التمثيليه في وسط البلد يعني مزبوط. النقابه بتاعتنا برضو مقرها الاساسي في وسط البلد فاحنا من صغرنا بنروح النقابه عشان ندفع الاشتراك كل سنه يعني اللي هي برضو في وسط البلد يعني ففي النقابة انت بتعدي بيجي بقى شخصيات من كل الأطياف يعني من كل المحافظات أعضاء في النقابة عندنا سواء في التمثيل شعبة تمثيل أو شعبة فنون شعبية أو سيرك أو كل الحاجات دي يعني فالنماذج وفيهم ناس بيبقوا ساكنين في وسط البلد يعني هو عماد ما جابش الشخصية دي من فراغ الشخصيات دي موجودة فعلا حقيقية فعلا يعني طبعا ناس بتقاوح وبتكافح ومؤمنة جدا بالفن وبتحب الفن وجت من محافظات بعيدة وعاشت في وسط البلد جنب النقابة وجنب تعرف الايه وقهوة القهاوي بتاعت وسط البلد اللي بيقعد عليها الممثلين الصغيرين على قدهم وكده وبتاع فالعالم ده عالم احنا شفناه واحنا صغيرين يعني من ايام زكريا سليمان يعني لما كان ماسك النقابة وكده فعشنا الاجواء دي يعني فالنموذج ده موجود ومكافح وشفناه في الثقافة الجماهيرية وشفناه في مسارح الدولة يعني في فهو مش نموذج جديد عندنا يعني كممثلين احنا واحنا كنا يعني دول اصدقائنا وحبايبنا وبنشتغل مع بعض وعشنا يعني في الثقافه الجماهيريه ومسارح الدوله و و و يعني فهو مش نموذج بعيد فبالتالي ما هوش حاجه بعيد عننا كممثلين احنا برضو لا يعني في الملعب يعني وبنشتغل وبنقابل اطياف مختلفه من نوعيات مختلفه من الممثلين يعني
بس يعني فده اللي طبعا ده خلى المسافة قريبة. وطبعا كتابة الشخصية نفسها ببساطة وشغل عماد كمخرج والأساتذة اللي الواحد بيشتغل معاهم ويعني كل العناصر بتقول ان اوكي يعني انت ممكن تشتغل وتبقى مبسوط وانت بتمثل. وانا استمتعت في هذا الفيلم الحقيقة كممثل جدا 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 يعني. طيب ده ياخدني لسؤال مهم استاذ احمد. حضرتك شايف ان عصفور ضيع حياته عشان حلم مش هيوصل له، وده يعني ريفلكشن للحقيقه وزمايلنا اللي احنا شايفينهم، ولا شايف ان هو عمل الصح وتابع في حياته عشان يوصل لحلمه هو عايزه؟ ما هو اصعبات لما يختار واحد زي ما هو برضو في تماس يعني. العفو لا في تماس، في تماس يعني، في درجه تقارب. عملت لنا حاله من حالات الابهار حقيقي. ده حقيقي جدا، ده حقيقي جدا. هنروح بقى للاستاذ باسم سمر. اهلا بيك. اهلا بيك حسام. افتتاحيه الفيلم معاك، دور ممكن يكون اتعمل قبل كده، فكرة ان شاب او رجل جاي من بلد في احدى المحافظات في وجه بحري او وجه قبلي، وجاي واضواء القاهرة بتخطفه، بس هو عارف ده وبينقل التجربة لابنه. انا مش عايز احرق فيلم كتير قوي، بس انا تقريبا حرقت ثلاث ارباع الفيلم دلوقتي يعني. ممكن يكون الدور الناس متعودة عليه، بس في تفاصيل صغيرة النقاد لما شافوا الفيلم اتكلموا عن رياكشنات وش باسم سمرة في آخر المشاهد في الميكروباص، اللي أنا مش هقول بقى هي إيه. فإزاي خدت دور ممكن يكون الناس متعودة عليه ورحت بيه في حتة تانية؟ طبعا الترشيح جه من عماد البهات. عماد بلدياتي من المنصورة، وبداياتنا عشان كده بقى بداياتنا كانت مع بعض. هو على فكره الافيهات دي كانت موجوده قبل الهوا برضه، مش يعني القعده دي والضحك ده كان موجود من قبل الهوا يعني. فعماد يعني بالاضافه ان هو زميل وصديق انا بعتبره اخويا، ده حقيقي يعني، نعرف بعض بقالنا زمان. هو رشحني للدور وقريت الورق، عجبني جدا، انبهرت بصراحه. ان وكنت يعني لسه كانت معرفتي بعمر مش كبيره. قعدت انا وعماد عملنا بروفات مكثفه 3-4 مرات، قدرنا نخرج بالحاله ديت اللي هي العمد عبدايم او السواق عبدايم، اللي هو بيجيب ابنه عشان يفسحه ولكن بيضيعه في المدينه او المدينه بتبلعه. الحلو في الفيلم اللي احنا بنتكلم على شخصيات كتيره جدا، عماد بحرفنه وببراعه قدر يصغها في فيلم جميل حسي. فيلم انا اتبسطت اللي اشتغلت فيه فعلا، فخور جدا. انا معايا اساتذه عظام، بالمناسبه استاذ احمد كمال مش عايز اكبره يعني، بس هو استاذي في التمثيل، هو استاذ سيد رجب، ودي حاجه انا فخور بيها جدا يعني. مساء الخير. مساء الخير استاذ علاء مرسي. طبعا مفيش كلام ان هو عامل دور من اروع الاعمال. استاذ بالذات في ناس كمان ما جوش معانا للاسف، عندهم شغل او مسافرين، زي رانيا يوسف، زي الاستاذ خالد الصاوي، زي الاستاذ صالح عبد الله، زي كاست جميل، الكاست الرائع، زي الطفل اللي هو رابي ده ابن رابي عمرو سعد. بشكر عمرو القاضي طبعا على جرأته، مين يشهد العروسه. على جرأته وعلى حماسه اللي احنا نعمل فيلم مميز جدا يعني، رغم اللي احنا مش الانتاج الضخم، بس كان في اعتناء بالانتاج في مواقف معينه كده، تحس ان الراجل حابب الفن وحابب ينقذ ما يمكن انقاذه يعني. احنا في الفتره الاخيره بنعاني من نوعيه افلام بتتعمل في وقت قليل، بتتعمل بتكرواته لازم يبقى فيها اغنيه او رقصه عشان الفيلم ينجح. فبالتالي احنا ما عندناش هنا حد بيرقص ولا بيغني ولا بيبتذل. انا فخور بالفيلم ده، مبروك يا عماد. مبروك علينا احنا بنتفرج. استاذ علاء بقى حبيبي، اولا اول شوت مثلته في الفيلم ده كان قصاد الاستاذي العظيم الاستاذ احمد كمال، مشهد السطوح، وده لوحده جايزه بالنسبه لي حبيبي. ان انا الراجل ده بالنسبه لي قيمه في علم وفن التمثيل بشكل هو ما يعرفوش. ده رايي، لا ان انا بتخض لما بشوفه، وبالنسبه لي هو قامه كبيره جدا. الله يخليك. فانا بشكر الاستاذ عماد ان خلاني مثلت مع الراجل ده اولا. ثانيا الاستاذ عماد كلمني على ان انا جاي اعمل دور صغير كده، فانا كنت زهقت من حكايه تعالى علاء اقف معايا في الدور الصغير دي يعني. قربت عملت له فخ، كنت قربت يعني خلاص يعني اقول ايه ما تشتغلش الشغلانه دي بقى، كفايه كده بقى
حكايه الدور الصغير، تعالوا النبي وقف معايا، تعالوا وقف معايا، فمش عارف زهقت من الوقفه معايا، عايز اقعد معايا. لحد ما الاستاذ عماد قال لي، انا عماد البهاد بالنسبه لي انا متابعه، هو فنان وطموح وحالم ومصارع ومسابر ومصمم، فان هو بيعمل فيلم يبقى هيعمل حاجه حلوه ان شاء الله، لو هروح اقعد معاه وهنعمل الفيلم ده في اي حته. فروحت قلت له انا معاك، فقعد كلمنا مع بعض في الشخصيه، دخلت اوضه مضيت مش عارف مضيت مع مين ومشيت. تاني مع عمرو القاضي؟ لا ما حد، انا مش عارف ده مين الراجل طبعا، شهادات ما حدش كان عارف. لا 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 انا كنت عارف، انا كنت عارف خالص. انا كان فين عماد البهات وخلاص، انا جاي للراجل ده وجاي امثل الدور ده وزي ما يوديني وانا هنبسط اكيد، يعني هبقى هوايه، يعني هبقى في حته الهوايه كده وحته ان انا بلعب حاجه انا مبسوط منها. هتتعمل فين امتى ولا في دماغي. فوجئت انه بعد شويه ادوني ميعاد تصوير، رحت اعمل لي ميعاد اللي هو اللبس والستايلست والحاجات دي، واتكلمنا الشخصيه ومشيت تاني. بس لقيت ناس تانية غير اللي انا شفتها قبل، فمش عارف كل ده، انا ما اعرفش ان عمرو القاضي في الصوره اساسا. لحد ما رحت التصوير اول يوم تصوير، ودخلت وعملت المشهد مع الاستاذ ونزلت وعرفت ان عمرو. فطبعا انا فرحت بعمرو واشفقت على عمرو في نفس الوقت. موفر كل حاجه، وانا شايف ان الفيلم مش شبه اللي بيحصل في السوق. طب هو بيعمل كده ليه عمرو؟ عمرو معاه فلوس كتير وبيصرفها وخلاص، ولا هو مؤمن بتجربه، ولا هو مؤمن بدور عايز يلعبه، ولا هو مؤمن بمخرج، ولا هو مؤمن بايه؟ طب والله كويس، انا مبسوط ان انا موجود في تجربه زي دي. وخلصت دوري، وبالصدفه انا مثلت مع رانيا يوسف. مظبوط، يعني هي شغلي معاها، فانا ما اعرفش ان في الفيلم باسم الزمره صلاح عبد الله، انا ما اعرفش والصاوي. ففجاه جمعني انت مشهد. انت الورقه جالك بتاع بالقصه بتاعتك بس؟ لا، اللي هي السيناريو كله، بس انت مش عارف مين اللي بيعمل الادوار. ولا سالت، ما سالتش اصلا، ولا سالت ولا حطيت في دماغي مين الممثلين. انا مركز ان انا جاي اعمل الموضوع ده مع الراجل ده وخلاص، واقف مع عماد. واقف مع عماد. فوجئت ان لقيت باسم السمره راكب ميكروباص ومعدي من جنبي وانا راجع قاعد في التاكسي، ورانيا بتقول لي ده باسم اهوت معانا. طب انا باسم انا بحبه حبيبي واخويا الكبير والصغير وكل حاجه جميله في الراجل ده، لانه انسان جدا فانا بعشقه، فانا عايز اسلم عليه اشوفه وهو مشي. نزلت انا مثلت انا ورانيا مشهد في الشارع في وسط البلد. طبعا المشهد ده انا مش عارف اتنفذ ازاي، ولكن دي براعه انتاج. هنتكلم طبعا. براعه انتاج عظيمه عظيمه، وانا بشكر كل فريق الانتاج اللي كانوا موجودين، شباب فظيع انه يسيطر على وسط البلد ويمشي ورا فكره مخرج انا هصور في الحته دي. كان شارع قصر النيل تقريبا. أيوة. فلقيت رياليتي في الموضوع عجيب، وحسيت ان انا بعمل حاجه حلوه قوي، وانبسطت من نفسي وقلت كويس ان انا اشتغلت وبس ومشيت. ما عرفش حاجه عن الفيلم غير من الناس، كل اللي يقابلني يقول لي ايه اللي انت عامله في صندوق الدنيا ده. بقيت مخضوض، والحمد لله بحمد ربنا ان انا يعني اتشرفت ان انا اشتغلت في هذا العمل العظيم، وبتمنى لهم التوفيق يا رب. والتجربه الثانيه بصراحه عامل دور مميز اكتر من رائع الحقيقه. الدور عبقري عبقري. الدور ما كانش فيه كلمه، ولكن هو الراجل ده اداني مفتاح، قال لي تعالى نتكلم بعينينا، تعالى نتكلم باحساسنا. فوداني في حته التمثيل احنا كنا نفسنا زمان نعملها في المعهد. بقى الحته دي والمفتاح اللي خدته للشخصيه. بس نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا عن بقى التفاصيل جوه التفاصيل في الفيلم. هنروح فين؟ هنروح فاصل. ماشي. اخر الشارع هنا، اخر الاستوديو على الشمال. فاصل اخر الاستوديو وراجعين تاني. اهلا بيكم مره تانية، ولسه مكملين كلامنا عن صندوق الدنيا. باسم سمرة، بعض الممثلين بيحبوا ان يبقى دورهم مع ممثلين كبار وتقايل، عشان يعني يبقى في هات وخد في التمثيل، وان تو كده. انت معظم دورك مع رابي عمرو سعد،
طفل صغير او شاب صغير لسه بيمثل لاول مره، تشجعت ازاي؟ ما اتضايقتش؟ ما قلقتش؟ هو اصعب شغل بيبقى مع الاطفال او مع الحيوانات يعني بالنسبه لاي ممثل. الولد موهوب جدا وانا عملت معاه بروفات، بس هم عملوا غلطه. هو بقى عنده شعر حلو كده ومدرسه الماني فجم قصوا له شعره في اول يوم تصوير. الواد اتضايق طبعا النهار وبيعيط وبتاع. المهم قدرت اقعد معاه طبعا مع استاذ عماد وعدينا الحته ديت اللي احنا الشعر دوت وهيطول تاني وكده. وبهرني بصراحه يعني شغله معايا كان اكتر من رائع. انا ما كانش عندي مشكله. كنت محتاج يمكن مشهد تاني او مشهدين معايا ازيد يعني، بس يعني الفيلم الجاي بقى. بس هو كان معتمد على نفسه رابي يعني، حتى عمرو سعد بعد الفيلم قال ان رابي مرضيش ان عمرو يجي العرض الخاص. انا لا كان معتمد على نفسه حقيقه. وهو بتنبأ له مستقبل كويس ان شاء الله. طيب انا عارف بقى يعني الاساتذه غششوني قصه كده في الفاصل وانت في اخر المشهد وانت نازل من الميكروباص، احكي لنا ايه اللي حصل بقى. مفيش، هو المفروض ده الراجل بيخبطني بحاجه فانا بقع بره العربيه وقطع على كده. هو قرر ان هو يطلع الممثل الرائع محمد سويسي. محمد سويسي، محمد سويسي، محمد سويسي. ممثل جميل جدا، بس هو عشان احنا كنا في الاكشن وكده فطلع بالميكروباص. انت بتقع من الميكروباص وهو هيسوق مكانك. بس المفروض ده في قط تاني او في يعني في لقطه تاني، فهو مع الاكشن وكده راح طلع. فالحمد لله يعني خبطنا خبطه حلوه. ايه اللي حصل بقى؟ احكي لنا. دي اصابه عمل يعني. العربيه دي فيها بدلات، دي يا منتج دي فيها بدلات بدل اصابه. عماد اتخض عليا جدا وعمرو طبعا. وانت كويس؟ قلت له الحمد لله كويس. قالوا امتى بقى هاتوا الكاميرا وصور الجرح تقريبا. اخلاق المخرجين. اخد شوط للجرح. ايه اللي حصل بقى؟ احكي لنا. انت شفت اللي حصل ده ازاي؟ ولما خدت الكاميرا ورجعت يعني احكي لنا وجهه النظر بقى بتاعت المخرج. لا الشوط كان بتركيبه معينه ان باسم بينزل من الميكروباص او يعني بيطرد او بيقع من الميكروباص، والشوط اللي بعدين الميكروباص بيطلع. الممثل حماسه كان زياده شويه فطلع قرر يطلع بالميكروباص وقتها في نفس الشوط. وباسم عارف ان ده مش ده المزانسين اللي احنا المفروض نعمله في الشوط، مش دي الحركه بتاعت المشهد. فبقى مزنوق بينه وبين الرصيف وخبطه في الرصيف، فرجليه هتيجي تحت العجله. فباسم بيجري رجليه اتشرحت يعني رجليه باظت يوميها باسم. ففجاه هو مخضوض والكل بيجري عليه. هو مذعور. انا عارف تركيبه باسم، احنا اشتغلنا مع بعض من سنين طويله. فا اوكي استثمر اللحظه دي. فيعني المخرج اللي جوايا قال يلا يلا الشوط اللي بعديه بالرجليه متعوره بكل حاجه. من الجرح ده كان حقيقي يعني. يعني الحمد لله انا بخير يعني. الحمد لله ما فيش اي مشكله. عملت فيهم ايه بقى بعد ما خدوا الكاميرا وصوروا الجرح؟ اللي هو انتوا سايبيني كده مش هتودوني المستشفى يعني؟ لا اسف يا استاذ باسم، كمل اليوم لحد اخره ولا كانه اتصاب ولا كانه حصل له اي حاجه. اعتنوا بيا طبعا، جابوا لي مطهرات ولا ظبطوني يعني. لا ما احناش وحشين للدرجه دي يعني. لا بس بعدين عمرو هيبقى مبسوط كده. مفيش فركش، مفيش يوم زياده. انت كده كملنا الحمد لله. كملنا الحمد لله. وكان يوم من يوم رائع وعملنا انجزنا فيه شغل كتير. بالظبط. الاستاذ المنتج بقى دايما في ذاكره السينما المصريه المنتج اللي قاعد عنده كرش كبير كده. مفيش كرش بفلوسه. لا انت راجل رياضي. وانا المنتج وانا عايز اطلع في الدور الفلاني او فلان يمثل كذا. ازاي بقى اتعاملت في الانتاج وانت بطل من ابطال الفيلم؟ اولا انا كنت خايف جدا جدا، لانه اول مره اتعرض للموقف ده. وفكره ان انا معايا يعني جبت تشبيه ايه، وحوش. لو هتقف وسطهم هتقف ازاي؟ وهيبقى امكانياتك ايه؟ وهتظهر بشكل دور، والدور كمان مش سهل يعني. انا كنت سعيد بيه كممثل في البدايه لوحدي، لكن كمان يبقى في دور المنتج ده في الاخر هيبقى الحكم عليه قاسي وصعب. وخصوصا اول مره اتعرض لفكره انتاج فيلم سينمائي، فكان الضغوط كتير وبحاول احل مشاكل طول الوقت وفي نفس الوقت بحاول اتعلم، لانه اكيد ما عنديش الخبره الكامله لفكره الانتاج يعني. عندي افكار بحاول اجتهد بقدر الامكان، لكن كمان كنت بحسد كل الممثلين، لان انا وعماد في وش بعض شهور كتير بس مش عارفين انا وهو نعمل بروفا يعني. التفاصيل كتير اللي احنا شغالين عليها، وانا يعني حبيت ان انا اتدخل في كل التفاصيل ان انا اشتغل عليها بايديا عشان خاطر نفسي نطلع بافضل شكل ممكن احنا فيه. وخصوصا ان احنا بنتكلم في ظروف ليها حجم معين انا عارف هي قد ايه، وفي نفس الوقت مش بكذب على نفسي يعني. فطول الوقت انا عندي توتر وقلق،
لحد ما جت اللحظة اللي هو خلاص بقى هتتحط في الامتحان قدام الكاميرا، واجتهدت ما بيني وما بين نفسي وقلت له انت المراية بتاعتي، يعني حاول طول الوقت تبقى شايفني. وهو عمل معايا بروفة واحدة على مشهدين، بعدين قال لي يلا قوم امشي. قلت له طب، قال لي خلاص حاتم الريجي، والدور حلو قوي وانا حبه قوي لكن في نفس الوقت صعب قوي، فبعمله وانا قلت خلاص سيب نفسك بقى للتفاصيل. الحقيقه انا لما ابتديت عملنا فيتنج للشخصيه وبدانا نرسم اللوك بتاعها، بدات احس تفاصيل كتير، بدات اسيب نفسي ان انا اتعمق جوه الحكايه واسيب حاتم هو بقى على سجيته احساسه يخرج حاجات كتيره جدا. الدور فيه جرأه الحقيقه، وفي نفس الوقت انا حاولت افصل نفسي طول الوقت اللي انا بمثل فيه، انا مش موجود خالص كمنتج على الاطلاق، وده كان اتفاق ما بيني وبينه. قال لي في مخرجين ما بيحبوش يشتغلوا مع اصحابهم، كان يعني مش هعرف اطلب منه الشغل اللي انا عايزه واحنا بنصور لان هو صاحبي، فما بالك بقى ان هو منتج وصاحبك وشايل معاك الفيلم. دي كانت اكتر يعني اكتر حاجه مميزه في الفيلم ده، ان انا عملت الفيلم مع صاحبي. يعني دي يعني لو الفيلم نجا وتعمل موجود على الارض وبنتكلم عنه في الحلقه بتاعتك دلوقتي، فلان انا عملته مع صاحبي بالفعل. لسبب بسيط قوي، وهو ان الفيلم مر بمراحل تعثر كتير او عدم ترحيب او لاخره، الى ان عمرو تحمس للفيلم وقال لي انت في ظهري، قلت له في ظهرك يلا، كتفنا في كتف بعض. طبعا اتظلم كممثل زي ما هو قال من شويه، ان هو الوحيد الذي لم تتح لي فرصه تماما اقعد معاك كممثل. قعدت معاك كل الاساتذه الممثلين في الفيلم بروفات مره واثنين وثلاثه وخمسه، عمرو الوحيد ما كانش متاح لان غرقان كمنتج. قعدنا ليله التصوير او للتصوير بيومين، قعدنا معاه يعني قعده كبيره على جزء من مشاهد الفيلم، والباقي يعني سبته على كتفه هو تولى. عمرو انا واثق يعني واثق فيك، والوحيد اللي ظلمته قلت له معلش مفيش، لازم ندخل بكره تصوير او بعد بكره تصوير، ومش قادر اقعد معاه لان كان غرقان كمنتج طول الوقت وانا كمخرج، فمش عارفين نقعد مع بعض. لكن فكره صاحبي او عدم صاحبي عمرو، انا اكتشفت يعني كان في حاله من التفاهم بتحصل طول الوقت في اثناء التحضير، واقفين على ارضيه واحده انا وهو، ممكن تختل جدا اثناء التصوير. دائما ما بتحصل تناطحات ما بين اراده المخرج واراده المنتج، يعني بالزبط. بتحصل كتير قوي قوي. المفاجاه لا، ان دائما ببقى العقليه بتحكم صناعه العمل السينمائي، يا اما المنتج عايز يشده المنطقه خاصه بيه جدا جدا جدا، والمنتج عايز يشده في منطقه خاصه بيه قوي، لكنه يقدر يوصلوا لمنطقه وسط هما الاثنين، ان يحافظوا على قيمه فنيه في العمل، وفي نفس الوقت في اختيارك للممثلين، في ادارتك للمشروع، في اخراجي او في تصوير او غيره، انك انت بتحافظ على قيمه تجاريه مهمه جدا جدا. انا ما اقدرش انكر او اغفل ان الفيلم لازم يكون له بعد تجاري عشان الراجل ده يستمر، عشان الراجل ده ما يندمش على التجربه. اختيارنا للممثلين بنفس النازع ده او بنفس العقليه دي، ان احنا في لحظه من اللحظات انت بتجيب افضل ممثل على الاطلاق موجود يقدر يعمل الدور ده، يقدر يعلى لك بالدور اللي مكتوب، لانه في النهايه الدور مكتوب على الورق كويس، لكن ممكن حد يخس وفي حد يعلى بالدور. كنا سعداء بان المجموعه كل اللي موجودين منهم الاستاذ اللي قاعد مقلدم هناك ده، وقاعد بيبص لي بيبرق لي دوت، ف يعني تديته مفتاح شخص قاعد بيتكلم بعينيها، كله عالي بشكل يخضنا. ال 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 اكتر حاجه مهمه بتعني لي ومهمه اقولها، ان انا كان عندي صراع في مراحل الانتاج للفيلم ما قبل ارتباطه بعمر، ان انا كنت عندي اصرار كبير ان الفيلم لازم يتصور في اماكنه. انا ضد فكره النوعيه دي من الافلام او الدراما، مش هتعمل لها ديكور، مش هتصور في المدينه، مش عارف اصور في وسط البلد واروح اصوره في مكان مش في وسط البلد، مش في الشارع، مش في الميدان. فوجئت، وده كان شيء جميل جدا جدا، عمرو بيشاركني نفس الراي ومصمم اوكي ده مش مشكلتك، انت عايز تصور في الميدان ده او في الشارع ده زي ما انت كاتبه، انا هخليك تصور في الميدان ده، دي مشكلتي انا كمنتج. وهو فريق الانتاج الرائع اللي كان شايل الفيلم وفروا لنا حاجه مذهله جدا جدا، ان انا كنت بصور في وسط البلد كان بصور في الصاله بتاعت بيتنا، يعني طلعت يعني حرب وشارع قصر النيل، طلعت حرب وقصر النيل ومصطفى كامل ومصطفى كامل، يعني في اماكن كتيره جدا في وسط البلد، كان في تعاون كتيره جدا من الانتاج ومن الناس الناس اصحاب المحلات، الناس اللي عندهم كشاك، الناس ومن وزاره الداخليه اللي كانت موفره لنا كل شيء، في وزاره الداخليه كانت موفره لنا يعني تعاون كامل. الناس بتتلم عليكم وانتوا بتصوروا؟ كان في لم بس بتقف بعيد، يعني لما بتقول لهم هنا سمحت بقى استاذ باسم اتصور مع حضرتك ويخش، بقول له لما اخلص الشوطه بيتفهموا الناس، ياخد الصوره بيتفهموا جدا، والا ازاي الفيلم طلع بالظبط. بالاضافه طبعا ان كان برده معانا الامن، يعني عمل مجهود كبير رائع معانا كبير، وقصه الانتاج طبعاً. انا كنت حاسس ان هم متصاحبين على الناس،
ما هو ده اللي يعني كانوا بيتصاحبوا مع الناس افراد الانتاج الشاطرين يعرفوا يتصاحبوا مع الناس بالزبط. عشان لو في حاجه ناقصه كمان يعرف يتصرف من المحيط اللي طبعا على فكره انا بوجه لهم الشكر لان هم بصراحه كانوا واخدين الفيلم ده على عاتقهم كمان واثبتوا ان هم قد التجربه بشكل حقيقي لانه في كاست انتاج بشركات اكبر كمان ما بتعرفش تحقق النتيجه دي وانا شايف ان هم كمان كانوا متحمسين انهم عايزين يثبتوا ان احنا قد التجربه وقد اللي احنا عملناه وده على فكره ساب فيدباك عند كل الصناعه مين اللي عملوا ده في وسط البلد كانوا محولينه لبلاتو حقيقي بشكرهم ده عظيم استاذ احمد من اكتر المشاهد اللي خدت سوكسي في الفيلم مشهد حضرتك واستاذ خالد الصاوي يعني مش عايز احرق المشهد قوي بس الاستعداد لمشهد زي ده كان بالتاكيد فيه تفاصيل كتير لان في ديالوج رايح جاي وفي تعبيرات وفي شخص عنده مشكله وشخص صديق ليه بيحاول يمنعه ويعني تفاصيل كتير قوي والاستعداد ليه صعب لان ده يعني ده مفصل من المفاصل الاساسيه في الفيلم انا ضد حكايه اهم مشهد ما عنديش لا واحد من اهم المشاهد اللي خد السوكسي يعني انا بالنسبه لي كل مشاهد الفيلم مهمه ما تيجي في شغل الحاوي اللي حصل ده طبعا مشهد صعب جدا في الحاوي ده يعني من انا رايي من اصعب مشاهد الفيلم هو مشاهد الحاوي حقيقه يعني التركيب اللي فيه يعني حاجه مرهقه جدا انا اتذكر في مشهد الحاوي جابوا واحد من حاوي فعلا بجد موجود طبعا احنا بنعيد ونزيد هو الراجل بيحط جاز في بقه وبيوجه الجاز على النار هو بيعمل ده في الحياه 7 8 9 10 مرات في الشارع في اليوم العادي طبعا معانا عملوا حوالي 500 مره فجي قال لي يا استاذ احمد يا استاذ احمد بقي هيولع انا تعبان يا استاذ احمد ده اللي كان في التوتاله لابس تيشيرت حمراء ما بقاش حاسس ببقى بيموت يا عيني بيموت يعني فاهم ازاي بس هو مبسوط يعني هو طبعا اقول لك هطلع في الفيلم وبتاع وهو عمل شغل جميل يعني فيعني كل المشاهد يعني كل المشاهد صعبه وكل المشاهد فيها شغل وكلنا بنشتغل يعني مثلا مشاهد باسم بالميكروباص بالسواقه في وسط البلد طبعا ويمثل وهو سايق يعني ده حاجه على الاقل احنا كنا انا وعلاء قاعدين انا وخالد واقفين مش عارف ايه يعني بس المشاهد اللي فيها حركات وفيها حاوي وفيها حاجه طبعا ده صعوبه شديده جدا يعني افتكر في مره كنا من فيلم رسائل البحر مدعود عبد السيد وفي اسكندريه والساعه 4 الفجر وبعدين انا قلع النضاره وحط كانوا زمان بيحطوا الكاميرا اللي هي اسمها ايه اللي بيحطوا الكاميرا على العربيه حط والكاميرا انا مش شايف سايق العربيه ومش شايف الطريق على الكورنيش وفي عربيه ميه بتعمل امطار اوكي وبيرشوا ميه فانا انا بجد مش شايف حاجه خالص المفروض امثل واتكلم واحس انا قلت له استاذ داوود انا مش شايف حاجه ومش عارف وعربيه مرسيدس غاليه جدا والكاميرا مش عارف بمليون ب 2 مليون فيعني طبعا دي كلها صعوبات بتواجه الممثل يعني في رسائل البحر مع بسمه انا وبسمه فهي الفكره يعني اسهل حاجه بالنسبه للممثل هو انه يمثل التمثيل اوتي همثل يعني هطلع مشاهد شغلي لكن لما تيجي تقول لي سوق ميكروباص انزل في ترعه انزل مش عارف ايه انزل حط جاز حط مش علي صبحي كان بيحط جاز برضه علي صبحي طبعا كل التحيه لعلي صبحي بصراحه عامل دور جميل جدا عبقري فدي انا في رايي يعني هي دي الصعوبات الحقيقيه ان انا امثل وفي ناس بتتفرج والله في الشارع انت جميل يا استاذ ممكن اي حد يعمل والله العظيم انت فعلا شخص جميل جدا الله يخليك ما تكلمش على المشهد بتاعه وما تكلمش على الدور وتكلم على الاخرين ده صحيح دي فعلا دي الصعوبات لكن انا بتقول لي احفظ الكلام ومثل طب ما دي شغلتي فاهم ازاي؟ طيب نروح بقى للاستاذ علاء المفتاح بقى مساء الجمال المفتاح هو صدق المخرج صدقه هو في فكره الفيلم في تنفيذه صدق الانتاج في التنفيذ صدق مدير التصوير صدق الممثلين هو ده المفتاح اللي يخليني اكيد انا هاخد منه احساسي اما بدخل لوكيشن وبلاقي الامور يلا وهو كده وقول الله عليك خلاص يلا يا جماعه اللي بعده ولا ولما ادخل لوكيشن الاقي تفاصيل وكتير وفهم للنظره ولا اعيد عشان في هنا لحظه ابقى انا ساعات عارفها كممثل وبستهبل وعايز اخلص بس هو يرجعني تاني ارجع لا
التانية أحسن، اللي عملته في البروفة أحسن. الصدق ده هو اللي عمل تميز وعمل حقيقة في الفيلم. الفيلم حقيقي، فيلم رياليتي جدا. أنا هفتش سر صغير كده. اتفضل. أنت طالع ما بتتكلمش في الفيلم خالص ولا جملة، وفي مشهد يعني هو مش مشهد، هي في سيكونس كده لوحدك تماما، وسيكونس مع أستاذ أحمد كمال ومع رانيا. ومع رانيا المشهد اللي هو اتكلم عليه، مشهد الفينال بتاعه، المشهد بتاعك لوحدك، السيكونس بتاعك لوحدك ده، ده في شغل كتير قوي، مونو دراما شديد العبقرية. كان هو ده البداية الحوار اللي بيني وبين الأستاذ عماد في البروفات، والمشهد ده كانت مشكلتي فيه انا هعبر جسديا وهعبر نفسيا، ولازم الاتنين يوصلوا بصدق. فانا كنت لازم اخد تجربة، يعني لازم ابقى انا مرجحة ده، لازم ابقى انا هو حالا كاملا بكل حواسه، ولازم اصدق نفسي، ولازم ابقى حقيقي جدا، ولازم ابقى انا ان جوه الحاله مش بمثلها، لان تمثيلها هتطلع عارف مش اي حد هيعمل حاجه، بس ان انا ابقى جواها هو ده اللي انا كنت مصر او بحاول اعمله. ساعدني عليه هو في المشهد ده عاملني معامله غريبه جدا، قال لي اطلع اقعد هناك اهو، وسابني وراح وارجع واقعد كتير، ويروح يصوروا شطات في حته ويرجعوا لي تاني، طب يلا ناخده. فعارف المعامله دي خلتني ادخل انا جوه المود تاني اكتر، وبدات اتخض لان هو خدني من كل الزوايا فوداني في المود. يعني انا لو اخفقت في اللحظه دي، اللحظه دي هتشيلني اللحظه، فكنت جوه المود ده كان مصدر ده الشخصيه. وانا كنت بعمل حوار جوايا طول الوقت وانا قاعد. طبعا انا بحيي كمان حاجه المصورين ومدير التصوير، لانه عمرو كانوا بيعملوا معايا حاجه غريبه طبعًا. جدا انه في ساعات ما تقعد وتصور شوت ويبقى المدير التصوير قريب منك والكاميرا هنا، بيحصل حوارات جانبيه بعيده عن الشوت، اخبارك ايه عامل ايه وشفت يعني يحصل. هما لا، هما كانوا مدخليني برضو جوه المود، ما بصوليش، ما اعرفش دي تعليماته هو دي كانت على ولا هما على مدار الفيلم كله كان فيه. على مدار الفيلم كانوا مركزين مع التمثيل مش مع الشخص نفسه الممثل، مش بيخرجك بره خالص. فانا كنت زايد، انا كمان صورت المشهد ده في عماره، انا كنت زعلان عليها اساسا، عماره من التاريخ بتاعنا في وسط البلد، عمارات الخديويه اللي في وسط البلد. كنت عظيم. يعني انا شويه، لان انا من العاشقين للمنطقه دي وعاشقين وسط البلد، انا كنت كمان متضايق ان العماره دي واصله لكده، وقاعد افكر هي كمان كانت مدخلالي حاله جوايا حاله كآبه، ان انا ازاي العماره دي عامله كده، وقاعد اتامل الاسانسير واتامل البتاع. فكنت في مود، كان في عناصر حواليا كانت حلوه الحمد لله على كل حال، وربنا يتممها على خير. الله يخليك يا رب، وان شاء الله والف الف مبروك. طيب خلينا نطلع كده دلوقتي نتفرج على الكواليس بقى بتاعت الفيلم، والاساتذه كمان اللي كانوا موجودين في تمثيل هذا الفيلم وما كانش فيه فرصه ان هم يكونوا موجودين معنا. خلينا نطلع نشوف الفيديو ده ونرجع لحضراتكم مره تانية. طبعا كل التحيه للاستاذ خالد الصاوي والاستاذ صلاح عبد الله والاستاذه رانيا يوسف طبعا ممثلين فرح يوسف طبعا هايله وعبقريه. اسمح لي بس انا عايز نشكر كل الاقسام، يعني التصوير والديكور كله، عشان تعمل فيلم مميز لازم في عناصر كتير تبقى، ان ما كانتش ممتازه تبقى جيده. بس مش كتير الناس اللي بتشكر في الناس اللي حواليه، يعني الناس ممكن تتفرج تقول لك يا عم باسم ده ممثل كبير هيطلع يتكلم عن نفسه، مهم ان هو يبقى مركز في نفسه. بس انا شايف ان كل الناس بتتكلم على كل الناس، ده علامه ان مش انا اللي اشكر وان باسم يشكر، ده معناه ان هو حاسس ان هو فيلمه بالظبط، يعني ده حاسس ان هو ده فيلمه يعني بالزبط. لا حاسس ان هو يعني هو مش جاي كممثل، مش جاي ممثل يعمل مشهدين ونحتايه ويمشي بالزبط. او جاي لا ده انا بشكر السيد المحاسب جدا. لا عشان تعمل فيلم مميز لازم عناصر واقسام كتير تبقى شاطره وحابه العمل، وده اللي حصل عندنا. وبرضو باخد من الاستاذ احمد كمال، اتمنى التجربه زي ديت تخلي يبقى عندنا امل بقى، اللي احنا الاستاذ داوود عبد السيد ان شاء الله يعمل لنا فيلم، استاذ خير بشاره، استاذ يسري نصر الله. أيوة يعني لان التجربه دي اتمنى انها تكمل. ايوه دي عمرو القاضي طبعا، استاذ عماد البهات، يعني مش عايز استثنى ان يبقى في كذا عمرو القاضي، يعني معنى كذا منتج جريء يدخل ويعمل. وانا كل ما يتقال الاستاذ داوود عبد السيد انه ما بيشتغلوش، يعني ايه ما بيشتغلوش ليه؟
عشان مشاكل الانتاجيه عليه. المشاكل الانتاجيه انا اناقش فيه بقى يعني هي المشاكل الانتاجيه عند مين؟ عند الدوله هي اللي مش عايزه تنتج ولا المنتجين القطاع الخاص؟ المنتجين القطاع الخاص بيتهيألي لو هو ينتج يعني ايه المشكله؟ في مشكله في الورق، في مشكله في جهه الانتاج. الاستاذ داوود اكيد عنده ورق والاستاذ طبعا عماد عندهم ورق، يسري عنده يعني ورق. لا هو بص 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 هي في تفاصيل كتير. هي الصناعه للاسف في مصر بقت اضعف واكثر هشاشه. ده الاختفاء دور الدوله واحنا بنتكلم انا بشكل واضح. السيد الرئيس لازم يهتم شويه بصناعه السينما في مصر. أنا عايز ان الدوله هي اللي تكون راعي بشكل اساسي نفسه. ولا عايز يكون السينما في ويقف جنب منتج شاب زي ده؟ اولا ده مش مليونير، ده راجل معاه قرشين ودخل بيهم والله كريم. الدوله بقى تقف في ظهر واحد زي ده اللي بيعمل فيلم بيقول لك ده ملياردير، ويجيبوا الاستاذ داوود عبد السيد ويجيبوا الاستاذ خالد شارف ويجيبوا الاساتذه العظماء دول يجوا يشتغلوا. الاستاذ يسر نصلا ده مخرج بديع، بس انا مشتغلش معاه ولا الناس بتفكر ان الافلام المستقله هي اللي بتكون اكثر فنا من الافلام اللي بيكون وراها. مفيش حاجه اسمها دي مسميات سميتموها، مفيش حاجه اسمها حلو وفن حلو. اشتغلت في افلام مستقله، مفيش حاجه اسمها افلام روائيه قصيره، واشتغلت في افلام مستقله، واشتغلت في افلام روائيه طويله يعني فاني، واشتغلت في دراما طبعا. انا بتفق جدا مع استاذ علاء ان احنا برضو كدوله المفروض نهتم بالسينما كوزاره ثقافه، كوزاره ثقافه، كوزاره اعلام، كدوله، عشان الفن ده حاجه راقيه جدا طبعا. ممكن ترتقي ببلد وممكن تخليها برضو شكلها مش حلو. احنا يعني قبل كده كان لينا باع طويل. انت تخيل احنا كنا من اهم الدول اللي بتصدر الفن للدول العربيه وللشرق الاوسط. في دول يمكن الوقت تفوقت علينا للاسف. للاسف هو لحد دلوقتي بالمناسبه مش عامل على قطعك معلش حاجه خاصه بيك انت شخصيا. كل الكلام طبعا ده مهم جدا بخصوص الصناعه وصناعه السينما ومسؤوليه الدوله و بس زي ما احنا بينقصنا سيناريوهات خيال في الكتابه، احنا عندنا مشكله في الكتابه في مصر يعني حقيقه يعني، وانا بستغرب ده جدا. برضه في مشكله خيال في الانتاج، وده اللي عمرو القاضي عمله في هذا الفيلم، وده اللي انا من اول يوم رحت فيه وقابلتهم وعماد رشحني عشان اشتغل وكده. في ريحه جديده كده، في جو جديد في صناعه الفيلم. لا في دماغ تانية يعني، في دماغ تانية في تنفيذ مراحل الفيلم، في دماغ تانية في التعامل مع الفنانين، مع الفنيين، مع مواقع التصوير. ودي الدماغ اللي خلت الفيلم ده كله يتصور في وسط البلد، لان كلنا قلنا ايه ده انتوا مجانين، فيلم كله في وسط البلد ده جنان رسمي يعني، صعب يتنفس ده جنان ومستحيل. ويعني ما احنا صورنا كده في وسط البلد وعارفين احنا ياما اوردرات بتتضرب فشلت نتيجه صعوبه التصوير في وسط البلد وكتير يعني ومع كامل ابو ذكري في مسلسل ذات انا فاكر يعني مرتين او ثلاث ايام اتضربوا نتيجه مشاكل وسط البلد والوصول اليها و و و و. فتيجي عند منطقه الخيال الانتاجي اللي احنا برضو عندنا مشكله فيه، زي ما عندنا مشكله في الورق، في خيال، مشكله فقر في وده اللي بس السينما الايرانيه ما هي محاصره، سينما محاصره عندهم اصغر فرهادي بالظبط، رقابه شديده جدا و و، لكن هناك عندهم حلول انتاجيه وفي الكتابه وفي و و و وفي امريكا اللاتينيه في شغل عظيم جدا بالظبط، في شغل عظيم جدا في الانتاج. فانا فرحتي بهذا الفيلم بجد يعني، طبعا السيناريو الجميل والاخراج الجميل لعمرو عماد البهات، موضوع دماغ عمرو القاضي في حيال الصناعه، صناعه السينما دي دماغ جديده، واحد بيفكر بطريقه بالنسبه لي جديده. انا اشتغلت مع منتجين كتير، لكن حتى لما كنا مع كان يوسف شاهين فتره هو بالنسبه لنا الجديد، وعماد تلميذ يوسف شاهين يعني، وباسم وانا كلنا يعني تلامذه لهذا الرجل يعني. فكان بالنسبه لنا يوسف شاهين هو الجديد، هو وجابي خوري وحفظي والحاجات دي. للاسف يعني بدات شويه ايه تقل، جابي بيخاف دلوقتي ويعني والحاجات كده بدات تخاف وبدات تنكمش الجمهور ما بقاش عنده استعداد ان هو يستقبل يعني. فرحتنا بمكتب يوسف شاهين اللي كلنا اشتغلنا فيه، والفكر الجديد في الانتاج والافكار الجديده، وتخش المكتب
تتنفس تقول الله في حريه في الدماغ، في حريه في الانتاج، في الناس بتتخيل، الناس بتشتغل، مش بس الممثلين ولا الفنانين ولا المخرج، لا الانتاج بيتخيل، الانتاج بيخطط، وتلاقي حاجات متعلقه على الحيطه بالمواعيد والحاجات، في عالم كده من فرحه الانتاج دي، يعني صناعه، في صناعه جميله. فعمر بقى لما جيت اشتغلت معاه في هذا الفيلم، شوف تخش اللوكيشن في وسط مواقع التصوير في وسط البلد، الله اكبر، احنا مسيطرين على الشوارع، مسيطرين على وسط البلد، النظام الاوردر، كل حاجه طبعا، لان هو ممثل وفنان، فتعامله مع الممثلين عمل ازاي، فاهم يعني ايه ممثل، محتاج يرتاح، محتاج يركز، محتاج يبقى له المكان بتاعه، كل شويه يجي حد يقول لي استاذ احمد محتاج حاجه، يعني كل شويه حد يجي يقول لنا محتاجين حاجه يا جماعه، حد محتاج اي حاجه من الناس بتوع الانتاج العظام اللي هم نفذوا هذا تهيئه المناخ. كمان علاقه رغبه عمرو في انه يفتح سوق اوروبي على اوروبا وعلى امريكا في دول العالم، وان الفيلم مصري، وعمال يكافح في ان الفيلم يخرج من مصر ويروح لبره، افكار كتيره عنده، وعنده بدايات لافكار كتيره، هو ده بالنسبه لي يعني بشكره وبحييه. الله يخليك يا استاذ حقيقه، يعني عمرو شهادات جايه لك من كل الناس اللي موجوده، يعني دي شهاده بتحطيني قدام مسؤوليه كبيره الحقيقه، واتمنى ان انا اكون قد الكلام اللي بيقوله الاساتذه الكبار يعني، وانا بحب الشغلانه، بحب الصناعه، عشان كده حتى كلمني بعض الاصدقاء الزملاء واسامي كبيره يعني، قالوا لي احنا غيرنا من التجربه وعايزين نعمل، قلت لهم ارجوكوا. طيب ما ده يخلينا نسال كل الناس اللي قاعده، قالت ان انتوا مقدمين حاجه مختلفه، انت كمنتج ما خفتش تنزل فيلم مختلف عن بقيه الافلام اللي بتكسب فلوسها في السوق؟ لا انا حبيت من البدايه اخش الموضوع وانا معتمد على ان انا مصدق اللي بعمله. مصدق اللي بعمله، وكنت حاطط في خيالي طول الوقت ان احنا بنعمل حاجه مهمه وكبيره وحلوه وعندنا قناعه بيها. وكل الاساتذه الفنانين على فكره بالمناسبه، يمكن في جزء مهم جدا انا اتفقت عليه انا وعماد من البدايه وحاولت امارسه، ما كنتش عارف انا هعمل ايه في اللوكيشن كمنتج، يعني انا ما كنتش عارف لما هنزل اللوكيشن هعرف امارس الدور وابقى في وسط اللوكيشن، مش عشان ازعق واشخط واقعد اتكلم في الفلوس خالص، عشان اخلي كل العناصر الموجوده، الكرين، الاضاءه، العمال الموجودين، ان انا ابقى معاهم على قوة الموضوع، ان انا ابقى في الاخر يحسوا ان احنا في الاخر عندنا حماسة وتعب، ان احنا عايزين نخرج عمل فني حقيقي تعبانين عليه كلنا. القضية مش قضية دور منتج عشان خاطر ممكن يبقى هو بيمثل بالنسبة لهم هو صاحب رأس المال، لا خالص. رأس المال بالنسبة لي هو فكرة انك ازاي هتخرج عمل فني للنور، هي إدارة المال لخروج عمل فني بتحترم فيه الجمهور، حاطط احساس ما بينك وما بين كل العناصر اللي شغالين فيه، من اول التصوير للاخراج للديكور لكل العماله العبقريه اللي كانت موجوده، انك تخرج فيلم انت حاسه هم صدقوا والناس تصدقوا. يعني احنا انت التريلر على اليوتيوب عامل 7 مليون فيو، 7 مليون مشاهده لغايه دلوقتي التريلر، لازم يدخلوا بقى، ما الجمهور برضو يعني احنا بنقول للناس يا ريت يخشوا، اللي عايز يتفرج على سينما حقيقيه، صناعه بالظبط، صناعه حقيقيه. احنا لما بنعمل عمل احنا برضو في النهايه عايزين الجمهور يشوفه، جمهور السينما، احنا مش عاملين عمل درامي هيتزع في التلفزيون بالظبط، عشان يحصل دعم، عشان يقدر الراجل ده ينتج تاني، عشان ممكن عشان الراجل ده ما يخسرش فلوس، لا ممكن علاء يتحمس للموضوع ده وبرده يعني يدخل في تجربه. احمد انا يعني الموضوع مفتوح، مش حصر على حد ولا وقفه على حد بالظبط. انا سؤالي الاخير ليك استاذ عماد، العرض الخاص كان فيه قامتين في الاخراج كبار جدا، استاذ داوود عبد السيد واستاذ خيري بشارة، عايز اعرف منك قالوا لك ايه بعد الفيلم؟ كانت مفاجأة كبيرة طبعا، يعني مجرد حضورهم العرض الخاص ده كان شيء بالنسبة لي كبير قوي قوي، وكان هيبقى مزامل في حضورهم الأستاذ يسري نصر الله لولا ظرف طارئ اتعرض له قبل يعني ثلاث عظام يعني. لكن يسري شاف الفيلم ما قبل العرض الخاص في عرض خاص أضيق في المونتاج، في المكتب جه وقعد واتكلم معانا واتناقش فيه وقال ملاحظات ورأينا حاجات كتيرة نتيجة مناقشاتنا مع الأستاذ يسري اللي هو أستاذ وهو اللي دخلني السينما باي ذا واي. طبعا فالثلاث قامات دول انا يعني دول اساتذتي واساتذه كبار، ف لو بنتكلم على الاستاذ خيري والاستاذ داوود فوجئت يوم بعد العرض وقفنا، يعني انا نسيت انا بعد العرض دايما الخاص في الهيصه والناس الجزء اللي هو الاحضان والمبروك والاخره، انا بالنسبه لي يعني ما كانش يهمني كل ده، لان خدوني وقعدنا في ركن كده نص ساعه وقعدنا بنتناقش في الفيلم، انا مش فارق معايا بقى الكاميرات ولا المبروك، وبنتناقش في الفيلم.
الملاحظات كانت ملاحظات طيبة جدا جدا جدا، وفي ملاحظات صغيرة بتتقال، لكن بشكل عام كان في تحية للنوع ده من السينما، تحية للفيلم. ان احنا عملنا عمل جد جدا جدا، عمل يعني مش عارف من حقي ان انا اقول ده ولا لا، بس يعني ارجوكوا ان 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 ان, إن كنتوا خدتوا قطعه من مصر وقدمتوها، يعني قدمتوا حاجه صادقه جدا، حاجه حقيقيه جدا جدا للجمهور. ان الناس دي الشخصيات اللي في الفيلم احنا نعرفها، بنشوفها في افلام تانية احنا شخصياتها ما نعرفهاش، ما بنشوفهاش. نوع الدراما او الاحداث دي بعيده عن واقعنا وحياتنا ودماغنا، انتوا قدمتوا حاجه حقيقيه جدا. وصلنا كلام بعد كده يعني في مناقشات تانية من الاستاذ هود، واتكلموا عن الفيلم بشكل هايل جدا جدا، وده كان بالنسبه لي حاجه فوق راسي من فوق يعني. دول اساتذتي اللي انا اتعلمت سينما من افلامهم، يسري وداوود وخيري مع حفظ الالقاب. طب يعني ساعتها حسيت بسعاده، وعمر ساعتها يعني احتفلنا بده ان يعني احنا عملنا حاجه، عملنا حاجه جميله يعني. طبعا كل التحيه للاساتذه والتحيه ليكم، وانا بشكركم شكرا جزيلا جدا في المقام الاول على المنتج الفني السينمائي الحقيقي اللي استمتعنا بيه. زي ما كنت بقول لك في الفاصل، في ناس بطلت تروح تتفرج على افلام عربي، اللهم الا يعني عدد قليل من الافلام. بتهيالي ده خطوه لاعاده مره تانية، ومش عايزين زي ما بنشوف افلام كويسه نقول دي خطوه على طريق وفي الاخر الخطوه دي تقف مكانها تتجمد وما تحصلش بعدها خطوه غير بعد 10 15 سنه او 3 4 سنين بفيلم تاني. على اي حال فيلم عظيم، بدعوكم بشكل شخصي انكم تشوفوا الفيلم، هتنبسطوا باكد لكم، وتجربه سينمائيه يعني خاصه جدا ومتفرده. استاذ باسم سمره نورتنا، بشكرك جدا، شكرا جزيلا. استاذ علاء مرسي، شكرا جزيلا على وجودك. احنا بنشكر حضرتك، الله يخليك، ونشكرك على يعني احتوائك كده للموضوع، ربنا يخليك، وتقديمك لي، ونشكرك جدا. تسلم تسلم. استاذ الفنان احمد كمال، بشكرك جدا. بشكرك يا استاذ سام، شكرا جزيلا. استاذ عماد البهات، شكرا جزيلا على وجودك. بشكرك، والاستاذ عمرو القاضي نورتنا، وشكرا جزيلا. تسلم لي، شكرا يا حسام. شكرا جزيلا ليكم حضرات الساده المشاهدين. يوم السبت حلقه جديده من الحياه اليوم، نشوفكم على كل خير. هنيجي احنا